الحوار الوطني بيستأنف جلساته اللي بدأت من يوم الحد اللي كان موافق 3 سبتمبر وبتستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023 تحت عنوان المساحات المشتركة بين الجميع. بيتم مناقشة محاور مهمة جدا، طبعا المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وكمان موضوعات خاصة بالشباب في لجنة الشباب. تفاصيل أكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك سيادة النائبة. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني الحديث عن الحوار الوطني ممتد، بنسمع موضوعات كتير وأفكار كتير أطروحات كتير، ودلوقتي وقت صياغة الأفكار لرفعها لرئيس الجمهورية. الجلسات الأخيرة بعد استئناف الجلسات كانت إيه أبرز المحاور لو اتكلمنا مثلا على المحور السياسي؟ الأول صباح الخير عليكي وأهلا وسهلا بيكي. شاكرين جدا أن أنتوا بتهتموا بالقضايا دي، لأن هي ما تهمش قطاع واحد بس أو سياسيين فقط، هي بتهم المجتمع المصري كله والمواطن يعني على أرض الواقع. خليني أتكلم معاكي أن المحاور كلها هي هامة، وكلها تاني بتدور حوالين أن هي تلمس المواطن بشكل مباشر. لو جينا نتكلم عن المحور مثلا يعني السياسي، ويمكن جواه كنا بنتكلم عن التعاونيات وإزاي أن التعاونيات تعيد دورها مرة تانية ونعظم الاستفادة منها على أرض الواقع، ويمكن الحتة بقى اللي أنا كنت مختصة فيها شوية كمان اللي هي ما يخص قانون العمل الأهلي. قانون العمل الأهلي على أرض الواقع، الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي هو شيء مؤثر جدا، وبالتالي كان مهم ان يكون في توافق حول رؤية العمل الأهلي على أرض الواقع. أنا مش بشتغل فقط داخل جمعيات أو مؤسسات أو منظمات، لا، دي حاجة بتؤثر في كل المحافظات سواء حدودية، وجه بحري، وجه قبلي، الجمعيات متعلقة والعمل الأهلي متعلق بالجميع. طب هل في بنود معينة مثلا في القانون، خاصة أنه في قانون مؤخرا أظن أنه هو حسن شوية من أداء العمل الأهلي في مصر، هل لسه في أمور أو بنود ناقشتوها في الحوار الوطني بهذا الخصوص؟ يمكن طبعا القانون يعني مش هأعيب عليه قوي، لأنه هو خارج كمان من بين طيات المجلس، ولكن خليني أقولك أن كان في نقطتين أساسيتين كانت ما زالت محتاجة لتشريعات داخل هذا القانون. ما يخص بقى العمل والأنشطة الاقتصادية داخل العمل الأهلي وداخل الجمعيات، وما يخص كمان المجلس التأسيسي داخل الجمعيات الأهلية. فدي كانت نقطتين محتاجين ما زالوا ان هم يتبص عليهم تشريعيا. خليني اقولك ان كان في بعض المواد، يعني مثلا زي مادة 5، مادة 10، مادة 23، مادة 47، المواد دي كلها ودعوة يعني ان الناس كمان تفتح المواد دي وتبص فيها، كانت دعوة ان انا مثلا اشوف تقليل النفقات من على الجمعيات الأهلية، لان دي حاجة مؤثرة جدا جدا. ازاي ان انا مثلا ابص كمان للضرائب اللي بتفرض على الجمعيات. حاجة كمان كانت أساسية إن أنا أشوف بقى أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات، أعتقد إن أنا لما أديهم تيسيرات هيقدروا إن هم يدوا بقلب ويقدروا إن هم يشتغلوا بشكل أفضل. فيمكن كمان القانون بدأ ينظر لحاجات كنا نظنها إن هي بسيطة، ولكن في جوهر الأمر هي مؤثرة جدا. صحيح. جدا يعني يمكن القانون كمان إدى فرصة لكتير من الجمعيات الأهلية إن هي تقنن أوضاعها في الفترة الأخيرة. أشكرك. طيب أنتقل لنقطة أخرى برضو عشان نلحق نتكلم في كل المحاور والوقت يكفي إن شاء الله. نتكلم عن المحور المجتمعي ولجنة الثقافة والهوية، واحدة من اللجان اللي بتناقش أمور مهمة جدا، مش بس متعلقة بالأجيال الحالية، تتكلم عن مستقبل أجيال جاية. بصي، الجميع توافق داخل الحوار الوطني وعلى مائدته إن ترسيخ الهوية الوطنية في الفترة الحالية هو تحدي كبير جدا للدولة المصرية. يعني خلينا نقول ان هي مش شعارات فقط، ولكن يعني الدولة المصرية اتت ثم جاء التاريخ، فالهوية الوطنية هي شيء اساسي. يمكن شوية هكلمك عن لجنة الثقافة والهوية داخل الحوار الوطني، ويمكن ده كمان انا شاركت بيها مش بس باعتباري ان انا مشارك في الملف الثقافي، باعتباري من مسؤولين ملف العدالة الثقافية داخل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. احنا ماشيين بالتوازي حاليا، احنا اطلقنا في 2023 استراتيجيه اسمها استراتيجيه البناء المتعدد داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الاستراتيجيه دي هي بتعمل على تنشيط العمل السياسي داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب ايه علاقه ده بالحوار الوطني، وايه علاقته باللجنه اللي حضرتك بتتكلمي فيها؟ احنا كنا ماشيين بالتوازي، بنحاول ان احنا
ما يخرج من الحوار الوطني بنحاول ان احنا نفعله عندنا، ودي كانت من اساسيات ملف العداله الثقافيه داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. لما جينا اتكلمنا داخل الحوار الوطني اتكلمنا عن ملف هام جدا وهو هذا الملف. طيب توافقتوا على ايه بقى في النهايه؟ يعني توافقنا في النهايه ان احنا مثلا كنا ماشيين باستراتيجيه داخل التنسيقيه ان احنا بننزل على ارض الواقع علشان نشوف قصور الثقافه، بنبحث في ملف العداله الثقافيه على مدار عام سابق. فلما جينا داخل الحوار الوطني نقلنا هذه التجربه ونقلنا ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا شفناه من تحديات على الارض، وقد كان وشفنا مخرجات من الحوار الوطني حتى الان قدامنا، حتى لو هي توصيات مبدئيه شفناها بتخدم هذا الملف بقوه. زي ايه مثلا؟ لما اجي اتكلم دلوقتي ان انا هاطلق استراتيجيه بتدعم المواهب تحت مسمى الثقافه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتوافق الجميع على هذا المخرج. لما أجي أقول إن كان من ضمن التحديات اللي كنت بشوفها على أرض الواقع في هذا الملف إن مثلا في تحديات بالنسبة لبيع الحرف التراثية داخل قصور الثقافة. لما أجي ألاقي إن الحوار الوطني بص على إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظر لهذا المحور وتحاول إن هي مش بس بقى تشوف إزاي هتسهل أو هتيسر في تعديلات هذا القانون، ان انا ابدا ان انا ابص على الحرف التراثيه، ده كمان هتبدا ان هي تنشئ للحرف التراثيه حاجه زي اطلس موثق ليها على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ودي برضو حاجه احنا كنا بنفتقدها بس لقينا نموذج ليها موجود. لما نزلنا لقينا ان في حاجه اسمها اطلس الفولكلور، طب انا ليه ما ابصش على حاجه زي دي توثق هويه الدوله المصريه؟ لا شك ان احنا في يعني في معترك وفي تحدي خارجيا وداخليا. فيعني الجميل كمان في الحوار ان هو بيعي، يعني مائدة الحوار بتعي هذا التحدي كويس جدا، واعتقد ان كل الطوائف اللي موجودة بتنظر يعني ازاي بقى اطلع رؤية متوافقة ان انا اخلي جمهورية مصر العربية بتسير للامام في سباق الدول اللي موجودة حواليا والارضاء المواطن المصري كمان على ارض الواقع. كمان لازم تكون اليات التنفيذ جاذبة للفئات المستهدفة من الشباب او من الاطفال وهم النشأ الجديد، لانه احنا عندنا دلوقتي يعني التحدي ما بين الثقافة في الناحية التانية السوشيال ميديا اللي بتوزع معلومات وثقافات مغلوطة طول الوقت على الأجيال الجديدة، ودي وسيلة جاذبة ليهم، فازاي يعني نوصل للشباب دول؟ بصي أشكرك، ويمكن كمان أنت لمستي نقطة مهمة جدا كانت من ضمن المخرجات من الحوار الوطني. بصي الكلام اللي بيحصل بيننا إحنا كطوائف شعب يعني يعيه جيدا جدا الجالسين على مائدة الحوار الوطني. وخليني أقولك أن النقطة اللي حضرتك اتكلمتي فيها دي بخصوص الجذب للشباب وغيره، مثلا من ضمن مخرجات الحوار الوطني إطلاق منصة رقمية يعني خاصة بالبلوجرز بقى اللي احنا بنشوفهم دلوقتي، ومن يرغب من راغبي المحتوى أن هو يكون موجود فيها علشان يعني يطلق كلام هام بقى احنا محتاجينه. في حاجة تانية كمان خاصة بالأطفال وكانت هامة جدا، أنا من ضمن الاستراتيجيات أن هيتم إطلاق قناة وطنية للأطفال. إحنا كلنا شفنا مثلا نموذج وكان بيعرض هنا مثلا على دي ام سي، أشكرك، فيحيى وكنوز كانت حاجة جاذبة. فلما أعمل قناة ممكن يبقى كل محتواها يعني من ياريت ده يحيى وكنوز، ده الناس كانوا الأطفال متعطشين لمسلسل كرتون للأطفال بيناقش قضايا زي ده، لأنه إحنا تربينا على بكار مثلا، يعني بكار كان حاجة من اللي بتؤصل للنوبة والثقافة والهوية المصرية في جنوب مصر. فأنا بشكرك طبعا على كل التفاصيل دي، شكرا جزيلا ضيفتي الكريمة النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا. شكرا.